السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار المظاهرات الشعبية في محافظتي المثنى والبصرة ضد الفساد الحكومي وللمطالبة بتوفير الخدمات. في العنوان الثاني: خريجو العراق ما بين عاطل عن العمل أو عامل في غير تخصصه وشهادته، والوظائف تباع لمن يدفع أكثر. في العنوان الثالث: انهيار الواقع الصحي في مستشفيات العراق ما بين أهمال للمرضى أو غياب للأجهزة الطبية أو غياب للكوادر الطبية. وفي آخر العناوين لدينا: بعد قرار منع استيرادها ارتفاع أسعار البيض في العراق، والتجار يوجهون أصابع الاتهام إلى السياسيين. أهلا بكم. تستمر المظاهرات الشعبية في محافظتي المثنى والبصرة ضد الفساد الحكومي وللمطالبة بتوفير الخدمات. متظاهر من محافظة المثنى قال: تركنا أعمالنا وخرجنا في التظاهرة لنيل حقوقنا، والأمر ليس متعلقا بالكهرباء وحدها، نريد قضاء عادلا وتعاملا خدميا جيد في الدوائر الحكومية. فلنشاهد. نترجى منكم اخوان، احنا عايفين عواينا وعايفين عمنا، والله انا عندي محل بعد. على شنو مظاهر حجي؟ على شنو مظاهر؟ انا اريد حقوق، اريد اطب المستشفى مو دليل، اطب المحكمه مو دليل، يعني بربك اطب لقاضي ما يحكم يا اخي، والله العظيم هي خايسه من راسي. عمي نعلى ابو الكهرباء، الكهرباء منسيه، انت عندك حكومتك. عمي احنا عندنا شغله فساد، احنا عندنا روس خونه، عندنا روس، عندنا بلماني نعتقد بالله ورسوله، مثل الطلاب الكساله مطروحين غاد. اتحداكم هسه كلكم من عندكم، الظالم موجود كسلان، الجياشي كسلان، عمي صفر، امس انت هذا فالح سكر، جامات تكسرن، كم واحد مسس كسرهن، سواهن مليار وربع على الدوله. ها؟ 50 مليار، جامات مظللات. الله اكبر يا فالح سكر يا مجرم، وانت صعدت مو اصوات، صعدت بفلوس، وصعدك حزبك حزب الدعوه، عرفت؟ فنت رجاء اخوان احبائي اعزازي تاج راسي، مظاهرات سلميه، لا حد يستفز رجل الامن، الرجل الامن حتى لا يستفزك، ترى اكو عندكم احزاب هسه قاعد تشتغل، واحزاب واقفه وياك، واحزاب تظلم عليكم وتذب. هذا كلام كثير من العراقيين كانوا يتداولونه، وهو قضية عدم التركيز على القضايا الجانبية التي نعم هي مهمة في الحياة اليومية لكل مواطن في الحياة وفي العالم، ليس فقط في العراق، مثل الكهرباء أو الماء أو الخدمات، لكن من هو المسؤول عن تدمير كل هذه الخدمات وكل هذه القطاعات وكل هذه البنية التحتية التي يتمتع أو كان يتمتع بها العراق سابقا؟ إذن هذا هو مربط الفرس، هذه هي جوهر القضية، رأس السلطة والبرلمان والأحزاب هم الذين يتحملون مسؤولية هذا الخراب الذي يعيش فيه المواطن العراقي. يجب أن يكون التركيز كما قال المتظاهر على القضية الرئيسية، ليست قضية كهرباء أو قضية خدمات، كل جوانب الدولة وقطاعاتها هي متضررة بسبب السلطة الحاكمة. متظاهر آخر من محافظة المثنى قال إن تظاهراتهم سلمية للمطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات لهذه المحافظة المنسية بحسب قوله، التي تنعدم فيها الخدمات ولم يتم إنصافها. فنشاهد. إحنا أبناء محافظة المثنى، أبناء ثورة العشرين، خرجنا في هذه التظاهرة تظاهرة سلمية عفوية بعيدة عن آثار الدمار والتخريب لجميع الدوائر، ونحن ضد هذه الآثار السلبية التي تدمر دوائر الدولة والمال العام. نحن هنا في هذه التظاهرة للمطالبة بالحقوق كباقي المحافظة مثل البصرة وباقي المحافظة مثل بغداد، خرجنا بهذه التظاهرة بأن يكون لمحافظة المثنى قيمة بين محافظات العراق، ويجب على مجلس النواب وحتى النواب المحافظة في مجلس النواب عليهم أن يتدخلوا لإنقاذ حتى يجب عليهم أن التصويت على أنها محافظة منكوبة، لأنها محافظة لا بها خدمات لا بها شيء، يعني حتى الكهرباء التي تعطى للناس في شهر الصيف بساعتين الكهرباء ضعيفه، يعني لا نقل لا توزيع لا قوه، يعني نقدر نقول لك احنا نشغل اكثر من طاقه وتفصل الكهرباء، بس محافظه المثنى محافظه يعني ليست بالغنيه، ما تمتلك حقول نفطيه، ما تمتلك طرق جويه، ما
تمتلك منافذ بحرية، يعني حتى من الموازنة المثنى بالأخير، من التوزيع المثنى بالأخير، من الدرجات الوظيفية المثنى بالأخير، يجب عليكم النظر إلى محافظة المثنى، محافظة يعني عدد سكانها سوف يصل إلى 1,000,000 ونسبة البطالة وصلت إلى 100,000%، يعني لماذا هكذا؟ وأؤكد في اللقاء الأخير وهذه بأن التظاهرات هنا سلمية. ننتقل إلى جانب من التظاهرات المستمرة منذ أيام في محافظة البصرة التي طالب فيها المتظاهرون بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين، فنشاهد. شاكل بس شباب شاكل بس بعد السرعه قويه تقبلها دينا لو جو بارد ما تطلع من الجو. انت وين طلعن حقتهم؟ في ظل انعدام فرص العمل في العراق وكثرة البطالة، انتشرت صورة لأمر إداري بتوظيف مهندس كعامل نظافة في محافظة بابل. دعونا نشاهد هذا الأمر الإداري. هذا هو الكتاب كما تلاحظون، وهو عضو في نقابة المهندسين العراقية. ليس انتقاصا من مهنة عامل النظافة، كل المهن تحترم وكل المهن لديها قدرها وقيمتها في المجتمع، لكن أين ثمن سنوات الدراسة والتعب والسهر من أجل أن يتخرج بشهادة مهندس لكي يخدم هذا البلد في قسم الهندسة مهما كان هذا القسم أو التخصص؟ لماذا ينقل لكي يعمل كعامل نظافة؟ كثير من الشباب يلجؤون إلى القبول بهكذا وظائف من أجل الحصول على راتب تقاعدي في المستقبل، ومع هذه الوظيفة يبحث عن عمل آخر يسند به عائلته أو أسرته بغض النظر من. من المآسي أو من مآسي الخريجين العاطلين عن العمل، مهندس كهرباء من محافظة البصرة يسكن في بيت مؤجر، والبيت في التجاوز أصلا وليس لديه أي وظيفة. وعندما ذهب للتقديم على الوظيفة هو يقول طلبوا منه أي المسؤولين في قسم التعيينات مبلغا ماليا كرشوة، وإن لم يكن يملك المال فالسؤال هو إلى أي حزب منتمن أنت؟ فنشاهد. أنا هندسة كهرباء جامعة بغداد المرحلة الأولى، وصار تقريبا هسه 13 سنة ياهل أروح إلى عد فلوس يعينوني، إذا تابع الحزب يعينوني، هاي لا تابع الحزب ولا عد فلوس وكلها تريد من عندي، وهاي حالتي أشتغل على باب الله لو عد هذا وعد ذاك. هاي حكومتنا جايبة تحصلت كل شيء ما حصلت منها، قاعد بالإيجار ملك ما عندي شبر بهذا العالم. تجاوز تجاوزي والله قاعد تجاوز قاعد تجاوزي ما بإيجار تجاوز يعني لو ملك ما يخالف إيجار وتجاوز إيجار. سمعوني مشاهدين، إيجار وتجاوز ومهندس مو هندسة كهرباء، هندسة كهرباء بجامعة بغداد المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى يشتغل منا ومنا، شلون المتسول بالبيوت مع احتراماتي إليه؟ ليش ما تعين؟ لأنه ما تابع الجهة، لأنه ما عنده إمكانية يطيل 10 ورقات. سمعوا يا محافظة، اسمع يا أسعد العيداني، اسمع عادل عبد المهدي أبو العدس، اسمع هاي أتمنى الرسالة توصل. وقاعد بتجاوز وإيجار مهندس كهرباء ما يسمون شيء والله، ما ماكو واحد بيكم عنده شهادته، وحق محمد أتحدى واحد عنده شهادته. 5% عندكم شهادة وكلها جبتوها من روسيا ب30 ورقة. هو 5% وعلي والله ما عندكم شهادة العراق والله العظيم. 3% بس اللي شايلين شهادة. اعتصم حملة الشهادات العليا للمطالبة بحقهم في التعيين والتوظيف في ظل إهمال حكومي لهذه الشريحة، فنشاهد. دكتور قصي وزير الكهرباء 31,000 عقد الكهرباء كلها ما شخط القلم ثبتهم عاب الكهرباء كلها لحد الآن. مشكلة الكهرباء بس مشكلة العقود انحلت،
وزير التعليم العالي اهم مشكله عندك بالتعليم العالي احنا، مو تغير رؤساء جامعه، شو استهبال؟ هي غيرت رؤساء جامعه، منو جاي مجلس الجامعات؟ رؤساء الجامعه بالقران 60 الى 70% بالجامعات العراقيه جاي تمشي من المحاضرين، من دول الخريجين ما متعينين. قراراتك طلعت من 20/4 وحق العزير ما مطبخينه. رؤساء الجامعات لحد الان الصباح والمساء نفس الشيء. وين فصل الكادر؟ احنا جايين نقول لك نحمل رساله. ما عندي. ماكو ما انت ما تقدر تطلب للعميد يقول لك ما عندي، حاط له 1000 ثغره قانونيه، لا نقدر نشتكي بمحكمه داريه، لا بمحكمه اتحاديه. وزير التعليم العالي ارجع واقول لك جاي اخاطبك، انت دكتور وانا حامل شهاده عليا. اذا تحترم شهايدنا تروح تقول له اكو مشكله كبيره بالبلد لعادل عبد المهدي اللي هم ذولا معطلين، احنا مو هواي 7000 8000 الحلوه البينة مو اختصاص واحد، كل الوزارات تاخذنا، عندنا انسانيين، عندنا حاسبات، كل شيء عندنا يعني، يعني انت تقدر بشخطه واحده تحلها، انا جاي اطرح مشكله مو تطرح تجاوبني بمشكله، تجاوبني بحل، انت مسؤول وانا مواطن، تقول لي الحل هذا، عندك حلول احنا يجوز ما عندنا، ما عندنا مشكله. طبعا هذا الذي كنا نتحدث به قضية تنوع المشاكل الموجودة في العراق، تدعو الناس الذين يخرجون في تظاهرات إلى أن تكون أن يكون مطلبهم مطلب عام شامل، ليس قضية مختصة بالخدمات كما شاهدتم في المقاطع الأولى، أو البطالة في هذه المقاطع، أو في المستشفيات كما ستشاهدون الآن. يتعرض المرضى في مستشفى الخضر العام في محافظة المثنى للإهمال الصحي، ومنهم الأطفال. طفل ترك يتألم دون أن يتدخل أحد من المستشفى لعلاجه، الأمر الذي أثار غضب والده، فلنشاهد. صار لنا ساعتين على الشعب والشعب ما موجود ولا واحد الموجود. صورنا خلنا نروح للمحافظة هسه، ودي الله وكيلك هسه طب للمحافظ عليه. ماكو يا من تحكي، ما حد يسمع صوت، ما حد يسمع صوت، ولا واحد يسمع صوت، كل من مكلم التليفون وقاعد بغرفته. هاي داخل الأشعة ساعة صار منتظر، وهذا الطفل مكسور، وهاي حالته قدامك وما حد يدخل، لا دكتور ولا مضمد ولا بالأشعة. وصلت حالة مرضية إلى مستشفى ناحية الشافي في قضاء الدير بمحافظة البصرة في الساعة 12 ظهرا، أي من المفترض أن يكون في وقت الدوام الرسمي، لكن ذوي المريض تفاجؤوا من خلو المستشفى من الأطباء والموظفين، فنشاهد. هاي الساعة 12 تجينا لاقينا لا دكتور لا مضمد لا تحليل، وعندنا مريض مركز صحي مع الشافي. هاي مركز صحي مع الشافي، جينا الساعة 12 ما لقينا لا كادر لا دكتور لا طبيب. هذا مريض نشوفه. هاي يقولون ان هذا بالتحليل يقول عنده فاتحه رايح انت عنده فاتحه غير دوام هو رسمي. الدكتور طالع الساعه 11 واحنا جينا الساعه 12 ما لقينا لا دكتور لا ابو تحليل لا موظف المستوصف، كل شيء ماكو. هذا مستشفى الشافي بس كبر بيه فايده. يلا ننتقل إلى مشكلة أخرى في العراق. قبل شهرين انتشرت مقاطع مصورة تطالب بدعم المنتج المحلي ومنع استيراد البيض لكي يرتفع سعر البيض مما يحول دون تعرض أصحاب المداجن إلى الخسارة، فنشاهد سريعا. هذا استاذ هذا مالنا عراقي. عراقي عراقي مو تركي. نعم مو مستورد عراقي هذا. ايش الطبقة؟ طبقة باثنين ونص. زين السبب ليش رخيص؟ نزل عمود هذا المستورد نزله الاوكراني وال والش اسمه التركي والتركي. التركي بيش طبقة؟ التركي ما اعرف بيها بس رخيصة، لان هذا العراقي رخيص. والعراقي مو طعمه احسن افضل؟ ما بي زفر. ما بي زفر؟ لا لا ما بي زفر. هاي قلنا نتناشد عمود المستورد. أناشد الحكومة. اي يعني قطع الاستيراد تمام؟ حتى هذه اللحظة نحن نسير بشكل جيد، هناك إنتاج محلي للبيض وهناك مناشدات، ويبدو أن الحكومة سمعت هذه المناشدات، منعت استيراد البيض. بعد أن تم منع الاستيراد ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير، لتصل طبقة البيض إلى 6000 دينار عراقي بعد أن كانت ب 2500 دينار كما استمعتم.
أحد التجار يوضح سبب ارتفاع الأسعار وتدخل جهات حكومية متنفذة لاستغلال منع الاستيراد ليس لدعم المنتج الوطني وإنما لتحقيق مكاسب وأرباح واحتكار للسوق. فنشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاي البيضة عراقي هذا؟ والله حبيبي العراقي. بصراحة كان الكارتون مالته ب 26,000 قبل أسبوعين. البارحة أنا مسوق أسوق للمحافظات. البارحة ب 53. اليوم صار ب 60، يعني يومية زيد 7,000 الكارتون إلى 10. شنو ماكو احد يراقب؟ ماكو اي مراقبه. يعني اوكي مع المنتوج الوطني لكن مو مع الجشع هذا الجشع. شعبنا بعد ما ناشد حكومه، لان الحكومه هم المتنفذين واصحاب القرار، هم يملكون المشاريع والحقول المال البيض المائده. عندك ما اذكر لك اسماء، لا نكون صريحين. منهم عصام الاسدي اللي يتحكم بمشروع الديوانيه مخليها بواجهه اخو عماد، وعدهم بالعصائب متنفذين، وعندك جماعه بقوات هسه مال زرباطه. انت تتحمل مسؤولية هذا الكلام؟ مسؤولية كلامي اخي، انا كل 3 ايام 4 قاعد احمل 600 كرتون ب 13 مليون 12 ونص، هسه اذا احمل 200 كرتون ب 20 مليون وما حد يشتريها، غالية طبقة توصل 6000 دينار عراقي. يعني هسه هذا عراقي؟ في هذا الوقت طبعا وكما لاحظتم واستمعتم للجزء الاخير من حديثه، لم يعد احد قادر على شراء هذا البيض. في هذا الوقت هناك حملة لمقاطعة البيض في العراق منتشرة الآن وتبدأ بالتفاعل والارتفاع وربما النشوط أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي العراق بشكل عام. هذه الدعوات يمكنكم أن تشاهدونها على مواقع التواصل في الصفحات العراقية، دعوات لمقاطعة هذا البيض بسبب ارتفاع أسعاره. في وقت أزمة غلاء البيض في العراق تخرج جهات تستغل الموقف وترفع أسعار البيض ليعود بالأذى على المواطن البسيط. دعونا نشاهد هذا المقطع. اخوان السلام عليكم. اليوم اجت القنوات وجو التجار سعروا البيض ب 49. جابوا قناة العراقية، قناة الشرقية، مدينة السومرية، باعوا لهم 200 كرتون وراحوا ورجع السوق نفس الشيء 60 61. وظالين يضحكون على الفقير. ساعة فارغة لا بيها بيض ولا هسه السوق 60 وماكو. اقول لك الله يا الفقير. شوفها الساعة فارغة. التقطت صورة في مدينة الموصل لمجموعة من الأطفال الفقراء الذين يعملون على جمع العلب المعدنية من النفايات وبيعها. اللافت في هذه الصورة أن جميعهم نائمون على عربة يجرها حمار وهو يسير وحده. دعونا نشاهد هذه الصورة. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام أطفال بدل من أن يكونوا في المدارس في بيئة مهيئة ليؤسسوا بشكل صحيح يعيشون بين النفايات والمزابل أجلكم الله، يبحثون عن العلب المعدنية حتى يبيعونها من أجل كسب الرزق بهذه الطريقة. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. توفيق يقول العراق من أكبر المنتجين للبترول في العالم وهذا حال أطفاله. في تعليق آخر علي يقول الواقع مؤلم أكثر بكثير مما تنقله الكاميرات. صحيح. في تعليق آخر أبو خالد يقول خلي يشوفوهم رئيس البرلمان وأعضائها، ربك يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم. ضمن التعليقات رسل أو رسول يقول بلد الخير الدنيا كلها، الدين لك بالعرفان وخيراتك منهوبة، أيتامك جياع وفقراءك يلتقطون النفايات وخيرك لغيرك. وتعليق آخر لدينا منى تقول خلي يصحون أهل الضمائر قاعدين على المناصب وينهبون أموال الشعب قاعدين. واقع حالها.
وفي آخر التعليقات عمر يقول: هذا حال العراق، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من تعليقات، نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. فلسطين ليست للبيع، هذا هو الوسم الذي انتشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، خاصة بخصوص قضية صفقة القرن أو ما يسمى بصفقة القرن. رضوان يقول: تسقط كل تسوية تنتقص من حقنا وحق الأمة والأجيال في فلسطين. في تغريدة أخرى أسيل تقول: فلسطين لن تعود بالتقسيط، لن تعود إلا مرة واحدة. وفي تغريدة أخرى ناظم يقول: سنبقى ثابتون في أرضنا ولن تمر تلك المؤامرات التي تسعى لتصفية الحق الفلسطيني. وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام، علاء الدين يقول: إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق النموذج الثاني من وعدي بلفور. غضب عربي كبير واسع على مستوى الشعوب. هناك نعم تحفظ على ما تقوم به كثير من القيادات العربية تجاه القضية الفلسطينية، لكن مستوى الشعبي، على المستوى الشعبي رفض قاطع تام واضح لقضية صفقة قرن أو محاولة إرضاء ما تبقى من أجزاء فلسطين للفلسطينيين أو إعطائها بهذه الطريقة بالتقسيط كما ذكر قبل قليل. هذه أمور مرفوضة جملة وتفصيلة من قبل الشعوب، لكن الحاكم هناك تحفظات على سياساته. نراكم بعد قليل. أهلا بكم. خلال مراسيم إعلان أسماء الطلبة الأوائل في كردستان العراق، قام وزير التربية والتعليم في حكومة كردستان بشتوان صادق بتوجيه حمايته لإبعاد طالبة منقبة عن الواجهة وإعادتها إلى الصفوف الخلفية. طبعا وكالعادة نفت وزارة التربية والتعليم أن تكون الحادثة متعلقة بالنقاب بل بترتيب الطلبة الأوائل ودرجاتهم. فنشاهد. يبدو أن نقابها أزعج السيد الوزير. مشاهدينا بالختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.